طلابي الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم. في هذا الفيديو يا أعزائي الطلبة سوف أقوم بتوضيح موضوعات الأسبوع الثاني لوحدة حكايات ولطلاب اكتساب اللغة، فأهلاً وسهلاً بكم أحبائي الطلبة. لابد لنا أن نذكر بالمفهوم الرئيسي والمفهوم ذو الصلة وبالسياق العالمي. المفهوم الرئيسي يا عزيزي الطالب هو الإبداع، المفهوم ذو الصلة الأبنية الجمهور، السياق العالمي الاتجاه من حيث الزمان والمكان، المشاهد والموارد الطبيعية والبشرية. جملة البحث: يسهم الإبداع بأبنيته المنوعة بتصوير المشاهد والموارد الطبيعية والبشرية للجماهير. وبعد ذلك عزيزي الطالب سوف ننتقل إلى قراءة درس بعنوان رحلة على ظهر سمكة. يقع بيت جاد بالقرب من شاطئ البحر، فهو لذلك نشأ على حب السباحة. ذات يوم بعد أن مارس جاد السباحة كعادته، خرج ليرتاح على صخرة بالقرب من الشاطئ، وفيما هو يعرض جسده المبتل لأشعة الشمس، أطلت سمكة كبيرة برأسها من تحت الماء وقالت: صباح الخير أيها الفتى، ما اسمك؟ أجاب جاد: صباح النور أيتها السمكة، اسمي جاد. بصراحة أنا شخصيا لا أريد، إني أراقبك منذ مدة طويلة وأعجبت بك وبسباحتك وأحببتك يا جاد، أشكرك أيتها السمكة، وماذا تريدين مني؟ بصراحة أنا شخصيا لا أريد شيئا، لكن ما يهمني هو أن أنصحك بألا تسبح في هذا المكان، لأنك لا ترى مثلي ما في داخل هذا البحر، إني أشاهد بعيني قنوات المجارير تصب هنا في المكان الذي تسبح فيه. وتابعت السمكة قائلة: وأشاهد أيضا أكوام النفايات من حديد وعلب فارغة ومواد مختلفة. إذن أيتها السمكة، نحن البشر معرضون للأمراض بالتأكيد، ونحن الأسماك معرضون للهلاك، ويموت منا كل يوم مئات الملايين بسبب المتفجرات والديناميت والمواد الكيميائية السامة التي يستخدمها أبناء جنسك. لكني أحب السباحة أيتها السمكة، إني مستعدة لمساعدتك في هذا الأمر، كيف؟ وبعد الانتهاء عزيزي الطالب من قراءة الدرس، وسوف ننتقل إلى القراءة التفسيرية، حيث سوف نبين الأفكار الرئيسة الواردة في هذا النص، ونستخرج معاني المفردات الجديدة ونوظفها في جمل من إنشائك. ثم ننتقل إلى أقسام الكلمة. أقسام الكلمة: ينقسم الكلام في علم النحو إلى ثلاثة أقسام: الاسم، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن. الفعل، ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن. والحرف، لا معنى له إلا إذا اقترن في جملة. وبعد ذلك عزيزي الطالب سوف نقوم بإنتاج حوار. سوف أقوم بعرض هذا الحوار أمام الطلبة، وعلى الطالب أن يكمل الحوار بما يتناسب مع المطلوب منه وضمن معايير اكتساب اللغة. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، وللتذكير سوف يكون هذا الأسبوع هو عبارة عن قراءة تفسيرية، وقبل ذلك قراءة جهرية للنص، وقراءة تفسيرية نبين فيها الأفكار الرئيسة والمعاني الواردة في هذا النص ونوظفها في جمل، ثم ننتقل إلى الإجابة عن حل الأسئلة الواردة في الكتاب والتابعة للنص المقروء، وتدوين هذه الإجابات على دفاتر الطلبة، ثم ننتقل إلى المهارة اللغوية والنحوية، ونتطرق إلى أقسام الكلمة، ونميز بين الاسم والفعل والحرف
في الجمل، ثم ننتقل عزيزي الطالب نهاية إلى إنتاج حوار. سوف تقوم عزيزي الطالب بإنتاج وإكمال حوار حسب المعايير المطلوبة وحسب الشروط المطلوبة لتكملة هذا الحوار. إلى هنا أكون قد انتهيت، شكرا لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء أحبائي الطلبة.